اهلا وسهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من تلت ساعة. والنهاردة هنعمل مع بعض طبقين. الطبقين داخل فيهم ايه؟ الانشوجة. الانشوجة كل الناس تقولك ده سمك، ما هو سمك، بس ما بيحبوش يستعملوه غير في اكلات السمك. لا، الانشوجة بتقدري تستعمليها في اكلات تانية كمان. هي اي نعم سمك، بس بالذات الجزء او الانشوجة اللي متملحة بتبقى ليها طعم جميل جدا جدا في الاكلات التانية. النهاردة هندخلها في اكلتين ملهمش دعوة بالسمك خالص. الانشوجة ده نوع من انواع السمك، مقاسه لا يتعدى 7 سنتي، وهو مفضل في التعليب، او من مميزاته انه بيتعلب وبيقعد مدة طويلة. بس خلي بالك لما تستعملي الانشوجة تفتحي حبة على قدك وتطلعيهم هما اللي تستعمليهم، الباقي اللي هيفضل لازم تكوني عارفة هتخزنيه ازاي، لازم تغرقيه في زيت علشان ما يبص بسرعة. خلونا دلوقتي نبتدي ايه؟ نبتدي الحلقة بتاعتنا ونبتدي الاكل بتاعنا. انا هجيب طاسة وهحط فيها زيت وافتح عليها النار. هعمل ايه؟ هحضر الفراخ. انا جايبه النهارده وراك فراخ. انا هستعمل وراك، تحب انت تستعملي صدور ده شيء يرجع لك. معلش خلوني اشيل دي كده، مضايقه الكاميرا، هحكي لكم حكايتها بعدين. عندي دي وراك مخليه هقطعها، بس عايزه اشيل ايه، في شويه دهون، شوية حاجات انا مش عايزاها، ويفضل انك دايما تشيليها. عشان كده انا بفضل اني استعمل دايما الصدور علشان نسبة الدهون فيها اقل. حتى الناس اللي عندها كوليسترول مش المفروض ان هما ياكلوا الوراك، المفروض ياكلوا الصدور علشان نسبة الدهون. ادي كده، خلي بالك احيانا لما بتبقى الوراك مخلية بيتنسى فيها حتت عض، برضو شيليها عشان ما تضايقش في الاكل. تمام كده، احنا ولعنا من الاول زي ما وريتكو على الطاسة علشان الزيت يسخن، عشان لما احط الفراخ ده مليان عظم، علشان لما احط الفراخ تكون الطاسة سخنة وجاهزة، عشان فراخ ساعتها يحصل لها اسمها ايه، شوك، يعني صدمة، تقوم تقفل المسام وتفضل العصارة جواها كده. مليانة عظم، مش عارفة اللي خليها المرة دي عامل ايه كده. احط دول على النار مش عارفة اشيلهم مع بعض. نشيل بقى الكلام ده من هنا. انا هستعمل السكينة تاني وهستعملها في نفس الاكلة، مجرد اني بس شطفتها من الفرن. خلوني اقلب الكلام ده. هسيب الفراخ على النار لحد ما تبتدي ايه، تستوي شوية. هقطع بيف بيكن
زي ما قلت لكم، لو ما عندكيش بيف بيكن تعملي ايه؟ هاتي روست بيف. مش عايزه تحطي ما تحطيش، اعملي فراخ من غير حاجه كده. واقطعهم حتت صغيره، مكعبات صغيره كده، وحاولي تفكيهم من بعض على قد ما تقدري علشان يدونا القرمشه اللي احنا عايزينها. هقلب الفراخ عايزاه احطها على دايما على الناحية التانية، ما دام خدت لون من ناحية اقلبيها على الناحية التانية كده. دلوقتي هحط البيف بيكن واحط معاهم زيتون اسود نقلب الكلام ده كله على بعض كده. اكله وهميه حلوه جدا، المكونات بتاعتها عاليه. دلوقتي هعمل ايه؟ هقطع المشروم. كده انا مش عايزه مشروم كتير، حاولي دايما تبقى كمياتك متناسقه مع بعضها. نحط المشروم، اكله مليانه فوايد عاليه جدا. هشطف ايدي نرجع نقلب الكلام ده. ريحة الزيتون بدأت تطلع. ريحته دلوقتي هحط ايه؟ خلوني احط الثوم علشان عايزة الثوم كمان يبتدي يتشوح. هو تقريبا فص ثوم، ثوم والزيتون. يا لو على الريحة، الزيتون لما بيخش النار بيدي دايما ريحة مميزة جامدة جدا. ممكن دلوقتي كمان احط بالمرة الانشوجة، حط كم واحدة انشوجة كده هتديني طعم مزز حلو جدا. نشيل ونحط. عايزة اقول لكم طبعا الانشوجة دي ولا هتحس بيها. ليه؟ لان هي بتدوب من السخونية، فطبعا عمرك ما هتحسي بيها ولا طعمها بيبقى لازع في الاكل، بالذات ان هي بتتحط كميات قليلة وهي بتطفي بس نكهة، عمرك ما هتحسي بنكهة السمك دي خالص. ريحة يعني صراحة لا تقاوم. انا هخلص هنقض على الطبق ده. في ناس بتقول لي الانشوجة،
ما تاكليهاش. بصوا بقى، الكيس ده كان مضايق الكاميرا وعمالين يسالوني ايه الكيس ده. انا هقول لكم انا دلوقتي عملت ايه. دلوقتي جبت واحده فلفل احمر وسلقتها، او مش سلقت وشويتها سوري على النار، او انا كمان ما شويتهاش، انا حطيتها بصراحه في الميكرويف. وبعدين بعد ما تسخن خالص تروحي حطاها في كيس، تروح تعرق. اول ما تعرق فبشيل بعد كده كل القشرة بتاعة الفلفل كده، عشان انا مش عايزاها تبقى موجودة، انها هتفصل وهتطلع في الاكل. دلوقتي هقطعها طبعا، انا مش عايزه البذر. انا عايزه البذر كله ينزل منها، مش عايزاه. دلوقتي بقى افرمها. طبعا بتبقى اسهل واسرع في التقطيع. اخدها واحطها هنا في الطاسه. ايه رايكم كده؟ انا حدي الكلام ده كله تقليبة، بقى شكله يجنن. البيكن خلاص بقى كريسبي، والفراخ تقريبا خلاص استوى. خلونا نطلع فاصل وارجع لكم.